وقبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا خلونا نروح ونصبح على منا الشراوي ونعرف منها تفاصيل بقى اخبار الطقس والمرور والعملات كمان. صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير عليك يا هديه. صباح الخير يا منا. وانت الصبح قلتي لي الصيف جه خلاص، مع ان انا مش شايفه ان الجو برد شويه. انت كنت بردانه واحنا جايين الصبح. بس ده الجو الربيع يعني متعودين عليه اعتقد. هو لسه في انخفاض مستمر في درجات الحراره، لكن الامور طيبه والجو كويس خالص. اعتقد ده جو بيرضي جميع الاذواق، اللي بيحبوا الصيف مبسوطين واللي بيحبوا الشتاء مبسوطين، وخاصه في رمضان فالحمد لله. كده برضه صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير لكل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. الاجواء اليومين دول ظريفه خالص والجو معتدل جدا. خلينا قبل ما نتكلم عن الجو نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي جولتنا بطبيعه الحال من محافظه القاهره. شارع رمسيس كالعاده بيشهد كثافات بسيطه وغير مؤثره في الفتره دي، وبامتداد الشارع لو بصينا ولغايه ما بنوصل لمحطه غمره هنلاقي سيوله مروريه. لو وقفنا عند غمره واتجهنا لمدينه نصر هنلاقي بعض الشوارع بتشهد بعض الكثافات المروريه. على الاوتوستراد هنلاقي فيه سيوله مروريه نسبيه، بتزيد طبعا بعد شويه للجاي من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، وكمان برضو هنلاقي بعض الكثافات البسيطه هنلاقيها للي عند كوبري اكتوبر. هنلاقي طبعا الكثافات المروريه للجاي قدام الجاي بقى عند كوبري اكتوبر رايح اتجاه الجيزه باتجاه مناطق وسط البلد، وبرضو بعض الكثافات في اتجاه الاخر لو بصينا على المتجه من ميدان التحرير هنلاقي برضو الكثافات المتجه لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة من خلال كوبري أكتوبر. نستكمل جولتنا وشوارع الجيزة وتحديدا شارع السودان اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة. هنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة، هناك طبعا هنلاقي بعض الكثافات المرورية، وفي الدقي هنلاقي هناك الطرق فيها سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لكوبري قصر النيل وميدان التحرير. هنلاقي الكثافات الكبيرة ابتدت تظهر واحنا في الطريق لمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري ولغاية كوبري ثروت ولغاية شارع أحمد زويل، هناك هنلاقي بعض الكثافات المرورية. هنلاقي كثافات أخرى متحركة هنلاقيها في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان قريب من محطة مترو جامعة القاهرة مع اقتراب موعد دخول الموظفين للجامعة والطلاب كمان. محافظة الإسكندرية زي ما احنا شايفين هنلاقي الكثافات الموجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان هنلاقي كثافات في المناطق المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش احنا متعودين عليها. لما بقى بنبص على الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية والأمور طيبة جدا في الإسكندرية. نروح بقى لمكان مش بنلاقي فيه عادة أي كثافات مرورية، لما نروح لأسوان هنتابع هناك الحالة المرورية ونبتدي من شارع السادات ولغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة هنلاقي سيولة مرورية تامة على طول الشارع. بنلاقي ساعات بعض الكثافات المرورية لما بنوصل لمحطة القطار هنلاقي الطريق ليها بيشهد بعض الكثافات البسيطة، وبعض الكثافات المرورية أيضا عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعية، لكن غير كده مش هنلاقي أي مشاكل خالص. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية لهذا اليوم. الدولار الأمريكي الشراء 18.45 والبيع 18.54، اليورو الشراء 20.4 قروش وفاصل 4 قروش، اليورو البيع 20.16 قرش، الجنيه الاسترليني شراء 24.01 والبيع 24.15، الفرنك السويسري 19.77 للشراء و 19.88 للبيع. الريال السعودي 4.92 قرش للشراء، 4.94 قرش للبيع. الدينار الكويتي 60.46 قرش للشراء، 60.86 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي 5.02 للشراء و 5.05 قروش للبيع، واليوان الصيني 2.89 للشراء والبيع 2.91 قرش.
ودلوقتي نتحول لمتوسط أسعار الذهب اللي كانت موجودة معانا. نبتدي على طول بأسعار الجرام، العيار 18 الجرام مسجل 881 جنيه، عيار 21 مسجل 1028 جنيه، عيار 24 مسجل 1175 جنيه، والجنيه الذهب 8224 جنيه. دلوقتي خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس. لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والنهاردة الجو هيكون ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي نشاط رياح على كل الأنحاء في الجمهورية، وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 33 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.